شكرا زميلتي منيا، حياكم الله مجددا المشاهدين، متواجدين حاليا عند ركن التواقيع ومتواصلين في تغطيتنا لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. وحاليا في ركن التواقيع عندنا الأستاذ حمدي نصر، كتاب نبراس من التراث. حياك الله معنا الأستاذ حمدي. يحييك ويبارك فيك ويعطيك ويرضيك يا رب. أستاذي بس لو تعطيني نبذة أو مضمون هذا الكتاب. إن شاء الله فلك طيب. الحقيقة بداية لابد أن أشكر معهد التراث والشارقة اللي هو تبنى هذا الكتاب وأصدره في فترة قياسية، وهو الإصدار الخامس لي في تراث الإمارات. 3 كتب بالمشاركة مع الأخ الحزم صبح الكويتي من العين، وكتابين منفصلين هم حصيلة لقاءات طويلة وعمل 20 سنة متخصص في تراث الإمارات، لقاءات مع كبار الشخصيات وشخصيات عامة عن التراث في الإمارات. الكتاب الخامس في 3 أجزاء، بيتكلم عن قنص البر وحدائق البحر وبيانات الجو. بيانات الجو اللي أنا مسميها ومصطلح جديد التراث الجوي، لأنه بيتعلق بالجو، الرياح وحسابات الضرور وما إلى ذلك، فكله يتعلق بالجو يعني. وهذا حساب، ومثل ما قال لي أحد الإخوة اللي أنا التقيت بهم أو السادة اللي أنا التقيت بهم، حسابات الضرور تحديدا علم بلا علم، يعني توارثوا جيل عن جيل، وهذا دقيق للغاية رغم أنه شفهي، وأتمنى أن يتم الحفاظ عليه من خلال ما تبقى من الشياب، الله يعطيهم الصحة وطول العمر. آمين يا رب. آمين. مشكور وما تقصر على وقتك الثمين، وأنا صراحة راح أقرأ هذا الكتاب بإذن الله إن شاء الله. نعم مشكور. نعم مشاهدينا، وحاليا عندنا الكاتبة أمينة محمد النمر من كتاب حمدة. حياك الله معانا الأستاذة أمينة. أهلا وسهلا أستاذة، بس لو تعطيني نبذة أو مضمون عن كتاب أو رواية حمدة. رواية حمدة كتبتها وأنا طالبة في جامعة زايد، حازت على جائزة تميز فالك طيب، نشرت عن طريق دار مداد للنشر والتوزيع. مضمون الرواية تحدث عن بعض الأحداث اللي صارت في الإمارات من خلال فترة 60s إلى 80s، عبر قصة حب تجمع بين صقر وحمدة، تسرد بعض الأحداث اللي صارت في دولة الإمارات. زي ليش ما حطيتي اسم صقر وحطيتي اسم حمدة؟ شو السبب اللي خليتي اسم البنية وما خليتي اسم الولد؟ لغاية في نفسي يعقوب، احتمال الجزء الثاني يكون صقر، ما أعرف. يعني في إن شاء الله بيكون جزء ثاني إن شاء الله. هل هذا هو الإصدار الأول أو الإصدار الثاني؟ أول إصدار ما شاء الله. وليش بالضبط اخترتي دار مداد للنشر؟ أفضل دار موجودة في الإمارات حالياً، وما شاء الله تعاملهم جداً رائع وراقي. ما شاء الله جميل جدا. ممكن لو بس تتصفحي لي، بس انا اشوف على اخر الكتاب في بعض من الصور على ما اعتقد، صحيح؟ نعم تفضل. الصوره الموجوده على الغلاف اهداء من الفنانه شيخه الكتبي، والكتاب نفسه حصل على دعم الشيخه لبنى القاسمي رئيسه جامعه زايد وزيره التسامح سابقا. الصور اللي موجودة بس فقط لتسرد بعض الأحداث، تساعد اللي ما يعرفون عن تاريخ الإمارات. بعض الصور توضح لهم إياها. جميل ما شاء الله، يعطيك الصحة والعافية، وإن شاء الله إلى الإصدار الثاني وإصدار صقر بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. مشاهدينا انتهت تغطيتنا في ركن التواقيع، نرجع إلى الزميلة منية. تفضل يا أختي منية.